العمليات العسكرية انطلقت من أجل تحرير الأراضي العراقية. الحويجة أرض عراقية ومن واجب القوات الاتحادية للدولة الاتحادية بتحرير عناصر التنظيم الإرهابي. قاموا بتجويع وقتل وترهيب أبناء الحويجة. القطاعات الآن موجودة على الأرض هي قطاعات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وقوات جهاز مكافحة الإرهاب. نعم، تم الإعلان عن تحرير الحويجة وفرض السيطرة. الآن قطاعاتنا باشرت بعملية رفع مخلفات عناصر التنظيم الإرهابي وأيضا تلغيم آلاف الأطنان من العبوات الناسفة والتلغيم ترك هذا التنظيم الإرهابي. أيضا بعد ذلك ستكون عملية مسك الأرض بقوة لقضاء الحويجة والنواحي والقرى التابعة إليه. الغاية منه أن تكون هناك عودة إن شاء الله للمواطنين الذين نزحوا بالقوة وبالإكراه من قبل عناصر التنظيم الإرهابي إلى مناطق الحويجة. هذه ليست المرة الأولى التي يتواجد فيها القطاعات المشتركة مع قوات البيشمركة. في تل أعفر موجودة قطاعاتنا والساتر الترابي لقوات البيشمركة أيضا موجود، وفي قضاء الحويجة نفس الحالة، وفي كل المعارك. لا ننسى نحن حقيقة دور قوات البيشمركة معنا في عملية تحرير مدينة الموصل. تواجدنا واضح لعملية فرض الأمن والنظام ومنع عودة الإرهابيين مرة ثانية والعبث بالأمن والنظام في مدينة الحويجة والنواحي والقرى التابعة لها.